حكينا اليوم مدام نور وكيلة المهرجان في تونس على المشاركة هذه وكيفاش تم الاختيار ميس وردة راس. أولا طبعا عايزة أرحب بالفنان الجميل يوري الرئيس. شكرا الله يخليك. شرفتنا وسعيد جدا. بنشكر كمان طبعا وكيلة لبنان حنان حسين على دعوة الفنان يوري ومصاحبته لغاية هنا وهي عندها شغل خاص بها في تنظيم حفل لبنان. شكرا على الحضور. ميرسي للسبونسر بتاعي زعما موجود معايا وعليش مع الثقة فما اللي رجعوا معايا سنة وفما اللي تخلوا زي بشرط. مرحبا بكم. دورة هذه هي الدورة الثانية تعتبر الدورة الثانية الفعلية للمهرجان السياحة العربية لاختيار ملك جمال العالم العربي الفتاة المثالية ملك جمال العرب. الدورة الثانية باعتبارها دورة هذية فيها دورة فيها سحرية إن شاء الله تقام غدوة نهار 29 وعنا اليوم حدانا أنتم كمؤتمر صحفي وعنا طبعا ضيوف بتاعنا اللي جايين من السعودية ومن الإمارات ومن المغرب عندهم جولات سياحية باش تكون موجودة هنا. كل عام نخدموا على تيتخ دو شانيتي عملوا اللي خدمنا على تبرع بالدم من أجل الوطن العربي تحت شعار العرب دم واحد كاين بموافقة من وزارة الصحة مشكورة وبنك الدم زادة وسنين نخدموا على مناهضة العنف ضد المرأة باعتبار تونس أول بلد عربي صادق على القانون هذايا وحبينا إنه الحملة هذه تبدأ من تونس وتنطلق للوطن العربي كله. تحضيرات عملنا سنين كاستينج دو كاستينج في بتيل الريزيدانس لهنا واخترنا لبنان اخترنا بخي سيليكسيون على الموقع نتاعنا على الفيسبوك واللي جاو كانوا تقريبا مؤهلين للنهائي اخترنا منهم 8 بنات اللي اليوم موجودين معنا زادا وهما باش يكونوا في نهائي غدوه ان شاء الله. ميرسي جدا على الحضور. مهرجان السياحه العربيه مسابقه بنك الجمال العرب دي الدوره 11 بينطلق من مصر كل سنه وبيختتم في مصر كل سنه مرورا بمجموعه من الدول العربيه حوالي 10 دول بيحصل فيهم اختيار لملكة جمال العرب اللي تمثل الدولة بالإضافة إلى كاستنج في بقية الدول اللي ما بيكونش فيها حفلات وسنة ورا سنة الإيفنت الحمد لله دلوقتي بيضم 22 دولة عربية يمكن إحنا بدأنا بعشر دول النهاردة ما فيش دولة ما بتشاركش في هذا الحدث بملكات جمال بنت تمثل دولتها تمثيل مشرف بنت تكون قدوة ومثل طيب لكل بنات جيلها تمثل بلدها في المحافل الدولية تكون عندها رغبة في العمل الاجتماعي التنموي بتشارك يعني زي ما بنقول كده بنت زي ما تكون بنتنا أو أختنا أو البنت اللي احنا نحب إنها تكون موجودة في العالم العربي. نقول اليوم المهرجان هذايا في دورته الثانية الفعلية يعني اللي كان يصير قبل في تونس ما كانش مهرجان كامل كما تقول انت في نسخته الاصليه انا اليوم في كي وكلاء اللي موجودين في الوطن العربي الكل يعني نقلت النسخه كما موجود في المغرب يخدموا الينوغم نتاعو كامله اليوم هنا نخدم فيه زاده في تونس من اوج كازاي الينوغم نتاعو كامله اللي كان يصير قبل كان يصير كاستينج او حفل تطلع الفتاه اللي تختار في تونس المصر لنهائي مصر اليوم اختلفت الفكره حبينا نكبروها لخاطر يهمنا باش نكبروا اليوم تهمنا فكرة السياحة في تونس تهمنا فكرة الاقتصاد في تونس اختيار اليوم ملكة جمال العالم العربي ماهيش فكرة تاع طفلة مزيانة وتوقف غاديقة لازم تكون الطفلة هذه المزيانة لازم تكون تخدم معنا شاريتي تخدم معنا السوجي اللي اليوم كل عام نحطوه وشنو تنجم تخدم عليه اليوم الفكرة اقتصادية وسياحية. دورة كلها هعملها السنة دي ضد الإرهاب. الإرهاب اللي هو يعني في مصر وفي العالم العربي وبقى موجود يعني بقى تقريبا في كل العالم العربي في إرهاب في كل العالم العربي في دلوقتي عصابات جرامية مقنعة موجودة بأشكال مختلفة وبأسماء مختلفة فلازم كلنا نكون ضد الإرهاب وتكون الدورة دي مهرجان السياحة العربية دورة 11 معا ضد الإرهاب قيمين على العمل. اسمحوا لي بالأول بس عزي شهداء مصر اللي سقطوا كلنا بحالة فجعة صراحة يعني أنا مش عم بقدر أطفي التلفزيون أنا مش عم بقدر سرد كل شوي عم برجع وحدر برجع أقول يمكن غلط يمكن العدد غلط وهدف الإرهاب مثل ما سبق وقلته هو توقيف الحياة
واللي راح يصير بكره هو اكبر برهان انه الحياه راح تكفي غصب عن الرهاب. رجوعا لسؤالك، اول شيء انا سعيد جدا، صحيح غبت لي اكثر من 6 سنين ما جيت على تونس، اضطريت وقف فتره، رحت اشتغل عند ولادي بكندا، كنت مجبور ورا الاوضاع بالعالم العربي ولادي هاجروا على كندا، وعلى طول بقول لسوء الحظ يا ريت بعد عايشين بلبنان وبقدر اخليهم بلبنان. اول ما دعيت انا بعتقد من اول ما بلشت مسيرتي انه الفنان ما بتكمل مسيرته الا اذا اشتغل وطلع مساري، بس بنفس الوقت ساهم بقصص بتطلع له اكثر من مساري، بتطلع له احترام عند الغير، وبتطلع له شويه توقيع بحياته، وهذا اللي صار بهالمهرجان. اولا هذا المهرجان انا سعيد جدا انه موجود فيه، وبشكر القيمين اللي دعوني اولا لاجي ارجع اشوف تونس الحبيبه اللي بحبها كثير واللي انا سبق وجيت كثير عليها، وقفت على مسرح قرطاج الشغله اللي بتشرفني، وثانيا لانه مهرجان بيخدم لتطوير السياحه بالعالم العربي وتطوير الجمال، الجمال وربنا بيحب الجمال، يعني ما في احلى منه. انا بكره رح كون بلجنه الحكم، وطبعا رح اطلع على المسرح وادي اغنيه، الشغله اللي انا بتبسطني كثير ارجع اتفاعل انا والشعب التونسي، ويا رب بجهدكم انتم توصلوا الصوره الحقيقيه اللي رح تصير بكره، لانه فعلا القيمين اشتغلوا كثير، وقلنا فتره من نسي، وكيف ما نجي وصلت امبارح بالليل باخر وقت واخر لحظه عم يشتغلوا بايديهم وبجرايهم مثل ما بيقولوا نحن عندنا بلبنان. بقى انا بشرفني كثير كون اولا بتونس وثانيا بمهرجان. شكرا على شكرا.